كن مع تصوير القرآن لتلك الأحداث، وقل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سألوه فما نقول يا رسول الله، قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله ربنا توكلنا. لقد خرج الظالمون والمنكرون، خرجوا. عند ذلك بدأوا يعترفون ويقرون فيقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يروي لنا قصة إبراهيم عليه السلام وهو في عرصات القيامة يمشي، حيث يلتقي بأبيه وجها لوجه، وقد كان يقول له من قبل يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فيقول لأبيه وقد رآه، ألم أقل لك ألا تعصيني؟ فيقول له أبوه وهو يولول، فالآن لا أعصيك. يذهب إبراهيم الحليم الأواه المنيب إلى ربه ليشفع في أبيه، فيقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أن يلقى بأبي الأبعد؟ فيقول الله يا إبراهيم إنه قد سبق مني القول، لا يدخلها إلا نفس مؤمنة يا إبراهيم، انظر تحت قدميك. وكأن الله يبدي له ما يراه عن أبيه، فيحيل الله أباه ذيخاً أي ضابعاً ملطخاً بالدم، ثم يؤمر به فيسحب بقوائمه فيلقى في النار. واستمع، يوم ينادي المنادي من مكان قريب، ماذا نقول؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربما تتلفت حواليك لترى الظالمين، ترى النمرود وترى فرعون وترى كسرى، ورأيت ما لا كنت أحلم أن أرى حولي، وقد كشف الستار المسدل. هذا هو النمرود يندب حظه وبقلبه مما يعاني مرجل، وهناك فرعون المؤله نفسه يسعى بغير بصيرة ويولول. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. واستمع، يوم ينادي المنادي من مكان قريب. استمع وقل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هل إلى العفو يا إلهي سبيل، فنيت رحلتي وزادي قليل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.